يعني مش انت. ما بعرف ليش تخيلت انه انا اللي بدي اقتلك. كنت عملتها مع الازيوني اكتر منك. مع رشيد خطار مثلا؟ غيره وغيره. فشوف مين بده يقتلك حتى بعت لك مصطفى حرب. بتعرفي وين بيته لمصطفى حرب هيدا؟ بيته كان بيتنا بالضيعة. اشتراه من اهلي من 18 سنة. هو ساكن عطول بالضيعة؟ عائلته ساكنة فوق. حسب ما فهمت هو بيطلع وبينزل على بيروت. ومثل ما حسيت عليه انه زلم مهذب. منه مجرم او قاتل مأجور. حسب ما علمتني الحياة الناس مخبية بتيابها. مثلك مثلا، مين بيقول ما بدي اسمع ولا كلمة زيادة. صار فيي فل؟ وعرف شي رشيد خطار بقصة اختي اللي خبرتك اياها؟ لا. يعني مش هو اللي بده يقتلني. ما بعرف. اللي بعرفه انه انا ما بدي اقتلك. وعدتني. شو؟ ما تقلي غيرت. بكره رح يبعتوا لي صورته لمصطفى حرب هيدا. رح صير اعرف مين هو. بدي فوتوكوبي. ليه؟ هيك. فإذا انطري للصبح. ولو بدل ما تقلي ببعت لك الصور على بيتك مع شوفير. الو مين؟ حضرة العقيد؟ شو بده؟ اكيد اكيد. شو مبين انخطف لونك؟ احترامي سيدنا. نعم نعم سيدنا. حاضر حاضر. شو يا قمر؟ صاروا ساعة. حسب بيجبان تبعي بعد. عمي كتر خير الست قمر، جاي تحاسبها على الوقت. استاذ صالح، الست قمر قالت ساعة يعني ساعة. أنا قلت إذا كانت عنده فعايره ساعة وبتدق الباب أو بتفتح إذا معها مفتاح. ما معها مفتاح، عادي نادية. أنا بفتح. قمر؟ شو؟ بدي ضل وراكي يا خسعة. منتواعد بالمكتب، تطلعي بالحبس ودعارة كمان ولكي فلك عين. حبيبتي حبيبتي. فوتي، كل اللي بتحبيهم ناطرينك هون. روقوا تنشوف عند مين بدها تروح أول شيء. أول شيء لازم طمن شادي. حرام. نرعب اللي صار قدامه. حبيبتي بالاسف ما رح طول. تفضلوا يا جماعه. ترجمة